بيت التعايش طبعا مفتوح لجميع أبناء سنجار بدون تفرقة دينية أو قومية أو مذهبية أو فكرية. هو مركز مستقل ننفذ به العديد من البرامج، سواء كان في مجال بناء السلام، في بناء محور الأمية، ورشات عمل تهم المنطقة. يعني هذا يساعد في تطوير سنجار، ويساعد في زيادة اللحمة الوطنية في سنجار، ويحمي أهل سنجار من أي مشاكل قد تحدث في المستقبل. وأيضا يركز على القيم الاجتماعية، القيم المتعلقة بالسلام والتعايش السلمي بين المجتمعات أو المجتمع السنجاري بشكل خاص. تعلمت هواي أشياء، يعني كيعني أشياء ضد العنف وضد العنصرية، وهمين يعني ضد العنف الإلكتروني. يجون أشخاص مختلفين من يعني من غير نواحي وغير مدن ويختلطون ويا بعض، فهذا شيء جدا مهم حتى يصير إنه بينهم تواصل. مثل هذه البرامج إنه لم نكن نساهم فيها لو لم ندري إنه يكون فائدة إيجابية وراح تعكس إيجابيتها في مدارسنا وفي مجتمعاتنا وفي مؤسسات الموجودة في المدرسة. إعادة تأهيل هذه المنطقة هي مسؤولية الجميع، ونحن جزء من الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية من أجل إعادة تأهيل المنطقة وإعادة تأهيل الأشخاص.